أعلنت مصادر مسؤولة في تركيا عن احتجاز 60 مسؤولا أمنيا سابقا في عملية واسعة للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب العام الماضي. وذكرت المصادر أن السلطات أصدرت أوامر لاعتقال 108 من المسؤولين الأمنيين السابقين في عملية تركزت في العاصمة أنقرة وامتدت لأكثر من 30 إقليما، حيث يعتقد أن المشتبه بهم على صلة برجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في العام الماضي. وأثارت حملات الاعتقالات قلقا من حلفاء تركيا الغربيين وجماعة حقوق الإنسان، تقول إن الرئيس رجب طيب إردوغان يستخدم الانقلاب كذريعة لإسكات المعارضة.